يعني هذه الآن الكتب، كتب التفسير وكتب الأحاديث والشروحات في الأحاديث، ما الفائدة منها؟ كل يشرح يكتفى بواحد، لا، ما فهمه هذا يختلف عما فهمه ذاك، مما يدل على أن أفراد الأمة بحاجة بعضهم إلى بعض. فلا تقول عندي العلم، ولا تقول عندي الفائدة، لا، الفائدة من الجميع، ولو كان أصغر منك سنا، ولو كان أقل منك علما. ذكرنا بعض الأمثلة على أن كبار الصحابة أخذوا من صغارهم، وخفي على كبارهم بعض الأحكام التي لم تخف عن صغارهم. فلا أحد يعتد بقوله، لأن بعض طلاب العلم الآن بعضهم يطيح بأقوال الآخرين، يقول هذا قول باطل، هذا قول ساقط. سبحان الله، من أنت؟ قول باطل، قول ساقط، هذا الحديث باطل، هذا الحديث ساقط، مع أن غيره من أئمة الدين ومن أئمة المسلمين صححوه أو حسنوه، أو أن هذا الرأي هو رأيهم، بل قد يكون هذا الرأي للجمهور، ومع ذلك يقول هذا قول باطل، هذا قول ساقط. ما شاء الله، ماذا بلغت من العلم حتى تطيح بأقوال غيرك؟ كن رفيقا في الحكم على أقوال الآخرين، اللهم إلا إذا كنت لا تعلم إلا هذا القول الذي تعلمه أنت ولا تعلم بأقوال الآخرين، فهذا يدل على ضعفك وعلى جهلك في الحقيقة. وإن كنت تعلم فإنك في مثل هذا الأمر لا تراعي للعلماء قدرهم ومكانتهم، وترى أن ما تقوله هو الصواب وأن ما يقوله غيرك هو الخطأ، وهذا ليس بصحيح. ولن تتربى نفسك أنت يا طالب العلم، لن تتربى نفسك على التواضع وعلى بعد النظر وعلى الاستفادة من الآخرين بهذه الطريقة، ولن تنفع طلابك إذا كانت هذه الطريقة طريقتك. فالطريقة الصحيحة أن تعطي للعلماء الآخرين قدرهم ومكانتهم في آرائهم، وتلتمس أيضا العذر. يعني ربما يكون بعض العلماء وبعض الأئمة يخطئ ويأتي بقول يخالف النص الصريح الواضح الصحيح، التمس له العذر، قل لعله كذا، قل لعله كذا. لكن كما أسفت، جملة من هؤلاء هم في الحقيقة يبنون على متون الأحاديث ولا ينظرون إلى شروحات الأئمة الآخرين، وبالتالي يسقطون ولا يسقطون غيرهم، هم الحقيقة يسقطون، لأن من مشى على هذه الطريقة لن ينفع نفسه ولا ينفع غيره، وسيسقط لا محالة، لأنك لست الوحيد في هذا الكون ولست الوحيد في هذا العلم. وكأني بهؤلاء لم يقرأوا أو لم يحفظوا الأحاديث التي خفيت على أبي بكر، وخفيت على عمر، وخفيت على عثمان، وعلم بها صغار الصحابة رضي الله عنه، كأنهم ما قرأوا هذا. إذا كان أبو بكر وعمر يخفى عليهما فكيف بك أنت؟ إذا كان الإمام مالك، ومرت معنا مسائل كثيرة خالف فيها الإمام مالك النص الصريح الثابت، مع أنه الإمام مالك ومحدث وعالم أهل المدينة، ومع ذلك انظروا، أحيانا يأتي ببعض الأقوال تقول سبحان الله، النص أمامه، أين هو؟ لم يبلغه أو غاب عنه. فهذا هو الإمام مالك. أيضا نلتمس العذر لأبي حنيفة، نلتمس العذر للشافعي، للإمام أحمد رحمه الله، لأئمة المسلمين، لعلماء المسلمين المتأخرين والمتقدمين والمعاصرين، وإلا فلن نفلح. ولذلك هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يفتخر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم، إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا، لما؟ حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فخلاصة القول أن طالب العلم يعرف قدره في هذا الزمن، لا يطيح بأقوال الآخرين من العلماء من الأئمة، هذا قول باطل، هذا قول ساقط، هذا لا يعتد به. من أنت؟ انظر إلى حالك. وللأسف أن هذا لا يصدر من علماء كبار أعمارهم في الستين أو في السبعين، لا، من أشخاص أعمارهم في الثلاثين في الأربعين، يعني ما زالوا ليسوا بشيء. يعني لو قالها قائل ما سمعنا هذا الكلام، والله ما سمعنا، والله ما سمعنا، لا من الشيخ ابن باز ولا من الشيخ ابن عثيمين ولا من غيرهم من العلماء الكبار، ما كانوا يقولون هذا. ولذلك حتى الشيخ ابن باز رحمه الله لما يأتي عالم من العلماء ويخالف النص، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالفعل، يعني هل كل أقوالك صحيحة؟ هل كل ما تقول هو الصواب؟ لا يمكن هذا. فإذا لم تلتمس العذر لغيرك كيف يلتمس لك العذر؟ لكن للأسف هذا من قلة التوفيق، أنا أقول إنه من قلة التوفيق لطالب العلم في بداية حياته، هذا من قلة التوفيق. والله المستعان.